Bonjour. Je remercie tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne durant cette semaine. Je vous remercie beaucoup. Et je réitère à tous ceux qui me regardent de s'abonner à ma chaîne afin de recevoir en instantané les informations et dès la publication de mes vidéos. Je vous remercie par avance. Merci. Shukran. Shukran alaykoum. Salam alaykoum. L'humour en a toujours le 7 avril 2022. L'humour a dit une vidéo importante. Importante, le sujet est important, mais ma kabl habite ندير تحياتي كما يحب هو هكا جو سالي سعيد بن زديرة. علي سعيد بن زديرة جو لو سالي ولو انا ما نتفاهمش معاه وناقدتو درت عليه بليزيور فيديو وين قطعت فيه. علاه؟ باسكو يسخن بزاف ويدخل روحو في الحوايج اللي خاطينو ولو هو راهو يديفونس بلادو في الخارج نايض الخومات الخماش تاع الخارج لو سور لي مايدلا لو سور لي مايدلا يعرف كيفاش يجيب المعلومات ويعرف كيفاش يهدر ومايدلا دار الكونتر بوا يديفون لي تالجيريان. علاش؟ هما كلاب 20 ولا يهدروا هو وحده مايدلا كل واحد يبهدلو ويجبد لهم عيوبهم ويصلح للشعب الجزائري والشعب الجزائري يسمعوا يحب له. ولكن انايا قطعت فيه شحال نخدم قطعت فيه كي يسخن ويولي يدخل في الصلاحيه تاع الرئيس تبول. هذا ما كان انا ما نحبش كي يدخل روحو في الصلاحيه تاع تبول ويقطع في تبول وساعات يسب. هذا ما كان. وحاجه اخرى ما نحبهاش فيه وهدرت عليها ينصب على الناس تعلم بعض الطبيعة هكا بون سي مربح قاعد في الانجليز عايش عنده الولاد لازم يربح الصوالده كيما يربحوا كاع هذوك الباي بال تاعو هو سي ديسكروكي. كيفاش يدير؟ سي يهدر على يجبد الدوسيات تاع الفساد على الناس يعطيهم اشاره بلي عندي الدوسي ومن بعد يستنى باش يعيطوا له يتفاهموا معاه يخلصوه ومن بعد هو يسوي يبدل الدوسي يقول لك او عيطوا لي واني تفهمت يعني باهي لي انتيليجا ما عليناش. بصح اليوم انايا نقولوا نستعرض بك سعيد بن زديرة نستعرض بك كي جبت لنا لافير تاع البال كيما تقول انت ولو سول اللي تقدر تدعي لهذه المافيا تاع البال انت هو. علاه؟ باسكو هنايا في الجزائر المافيا تاع البال واحد ما تقدر لها من العدالة ما يقدر لها الرئيس تبون ما يقدر لها الوزير تاع السبور من مينيستر لانتيريور ني شنقريحة واحد ما يقدر. بوركوا؟ باسكو مخبيين سي دي زيني مخبيين تحت الغطاء تاع لافيطا غير تحوس تمسهم يروحوا يبكيو لافيطا لافيطا مش دخلوا فيهم دونك تاك نطلهم يعطيك ساعة ولازم تكمل تكشفهم سورتو اللي هدرت عليهم ما نخطر وسورتو كاين زوج نوصيك عليهم يا سعيد بزاف. سي الاول عمار بهلول تاع الصح بصح يعرف هو اللي خرج الفوتبال تاع الجزائر هو وقروشيات وقروشيات شفناه حنايا كيفاش رايح للمروك رد الفاليزه تاع زرتشي زرتشي صغير عليه راه كل فاليز. زيد عمار بهلول هذا دار دراهم كبار مش عارف مين دار دراهم بصح دار دراهم كبار. واحد اخر مدور المونسيان ديبيتي وكان داير شيكور في البلاد والدوار ليه وخطر ضرب البوليس في السطاد كي كانت ليكيب تاعو كان هو بريزيدون تاع شلف ومسكين البوليس دخل باش يديفوندي لاربيتر عطاه هذا مدور ودوكا راهو يدير في الترافيك يلعب بالدوج والاخر هدرت عليهم كيف كمل يا بن زديرة الله يعطيك الصحة والله شاء الله ربي يخليك لولادك. انا جبدنا الخماج
تحفظ الهبل هدرت عليهم اللي هدرت عليهم اش بدلنا عليهم ولازم الراي العام يعرف وبهدلهم بهدلهم اش بدلهم اش لحالهم البونط عليهم يرحم والدي الله يسلمك وسحر سحر النار صورة تمتعوا بهذه الصورة حتى نسربي كاسمة ون كاسمة ومن بعد ذلك نحكي لأني عطشتوني ها عطشتوني هاني جيتكم أوك هاني الصورة هذه راكم شفتيها فيها نبداو من الآخر هذا وش سموه هذا السي جاهي لا لا سموه هذاك الآخر العربي أم عمر العربي أم عمر العربي أم عمر هو اللي اول هذاك اللي بون واضر على اليمين في الشاشه اسمه العربي ام عمر اللي مسميه اسمه سي جاسمي رشيد الثالث سي بهلول قلنا بهلول عمار والرابع سي جهيد زفزاف والقائمه طويله فيها جماعه اخذ اخرين دوك نعطيهم لكم بالواحد وعلاش انا خيرت هادو لانه فيه لعب كبير 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 يقوم به خاصه هذا المدعو عمار بهلول عمار بهلول قلت لكم هذا يا رئيس رابطه عنابه لكره القدم يعني الرابطه الجهويه للشرق الشمال الشرقي تاع عنابه هو من الطرف كان رئيس رابطة المحلية للطارف ومن بعدك دار انقلاب للرئيس الرابطة الأول اللي فيه بعض الحديث يقول أنه هو الذي الضالع في مقتل هو المتسبب في مقتل رئيس الرابطة الأول الله يرحمه مات أصبح هو رئيس الرابطة في نفس الوقت أصبح ترشح المكتب الفيدرالي أصبح عضو في المكتب الفيدرالي مع وسموه هذاك عمار شرف الدين عمار في نفس الوقت رئيس لجنة الرابطات يعني ثلاث مناصب في نفس الوقت علما وأنه قانون وزارة الشباب الرياضة يمنع ازدواجية المنصب يا إما تكون عضو في المكتب الفيدرالي وخلاص يا إما تكون رئيس الرابطة وخلاص ما تقدرش تكون رئيس الرابطة في نفس الوقت عضو المكتب الفيدرالي هذا القانون خرج عنده عام من 2000 مارس نظن 2021 ونشرت لكم الخبر هذاك لكن لحد الان لم يطبق المعلومات اللي عندي انه اليوم الاربعاء وزاره الشباب والرياضه وزير الشباب والرياضه ارسل ارساليه سريه ورسميه لاربع رابطات اللي هما اربع اعضاء في المكتب الفيدرالي في اربعه تسلهم قال لهم بهدلتونا ولا الناس تهضر بنزديره يهضر وكذا بهدلتونا عندكم اخر اجر يا اما تنسحبوا من رابطاتي يا اما تنسحبوا من المكتب الفيدرالي او من الجمعيه حتى يعني من المكتب اللي راهو فيه الان لانه يعني راح تروح جمعيه عامه وانتخابات جديده اذا قلت لكم انه المكتب الفيدرالي هذا اللي مع عماره شرف الدين من الضروري ومن الاخلاق ومن المنطق انهم يستقيلوا كامل لانهم كلهم فشلوا على راسهم هذا يا سي البهلول اللي اليوم جابوا هابت حناشي طبعا هو اللي استضافوا عنده في القناه وراح يفوت بعد شويه اللي حاب يبيض له الصوره تاعو لكن ناس بكري يقول له قول لي شكون صاحبك نقول لك شكون انت واحد مثل هذا مادام يدعم فيها بتحناشي اذا الجواب معروف من عنوانه قول لي شكون صاحبك نقول لك شكون انت اوكي اذا اوسخ مكتب فيدرالي عرفته الجزائر هو هذا اللي راهو دوك وعلاه اوسخ واحد لانه بن زديره هضر عليه لانه بن زديره ما يعرفش البلوطه انا مادام شفتوني مركز على هذا المكتب وقاعد نقول بلي ماهوش ملاح وما يسواوش وخيبوا ظننا وكذا معناته اوسخ مكتب فيدرالي لانه واحد يقول لي بزاف علاش ما هضرتش وقت زاتشي ما كنتش متبع البلوطه وكانت كاين نتائج بصراحه حتى وقت زاتشي اللي هي كانت مزطش الحاله ومخنزه بصح كان شويه فيها كان كاس افريقيا ديناها وكان يعني كاس نظن كاس العرب وكان شويه كان شويه يعني مرميطه تحرك بصح الان بعتونا حطمتونا اذا الشعب مدمر اذا هذا بهلول راس الحرب يلحقوا شكون في القائمه هذا سي بشير قاسمي اللي كان مدير صافيكس وسموه هنا قصر المعارض صافيكس كان مدير تاعو بعد خرج دوك راهو عضو فيدرالي وهذا يدعي
انه مسنود من قبل بوعلام بوعلام. انا لما سالت قلت له جماعه هذا صح صاحب بوعلام بوعلام؟ قال لك ايه يعرف. نعم يعرفه، وقريب ليه المنطقه يعني من نفس المنطقه من الجنوب الغربي، لكن قال لك ما عندوش علاقه بوعلام بوعلام، ماهوش مدعم. وانا نقول على المباشر لانه اللي تكلمت معاه مصدر رسمي قال لي يا بن زديره خذها من عندي، قال لي يعرفه وصاحبه كان يعرفه مليح، لكن قال لي ناكد لك 100% باللي بوعلام بوعلام ما عندوش علاقه به، ماهوش مدعمه وما يسمحلوش يهضر باسمه. اذا سي بشير قاسمي نقول له ما تبلعطش الناس وتقول بلا مدعمك بوعلام بوعلام، لانه مش مدعمك. وحتى ويكون مدعمك او بلا جدكم ماني سامح فيكم كاع، كي انت كي بوعلام بوعلام كي كان يا ولي كتبون مدعمك غير ندخلكم كاع البعبوع، لانه اصلا قانونيا ممنوع واخلاقيا ممنوع وقباريا وميتافيزيقيا ممنوع. حابين تترشحوا بدون كولسة بدون فوضى، بينوا انظافتكم وشاركوا ترشحوا في انتخابات بدون اي ضغط بدون اي وصاية، ومبروك عليه اللي فاز مبروك عليه. ديروا انتخابات شفافة، خلونا على الاقل ما نجحناش في الانتخابات السياسية نجحوا على الاقل في انتخابات البلوطة، خلونا نشوفوا انتخابات البلوطة نزيهة، يفوت واحد رئيس اتحاد ولا اعضاء الاتحاد انظاف، مش ناس اللي عندهم ملفات مسخة مدقرصة وجايين تحكموا في البلوطة، عيب عليكم. إذا هذا قاسمي رقم اثنين، هذا قاسمي في الصورة رقم اثنين. الآن رقم ثلاثة وراه. رقم ثلاثة هذا سي وراه هذا يا هذا سي العربي أم عمر. العربي أم عمر هذا يا أنا يعجبوني هذا هو العربي، عندنا احنا بزاف البيرين قبائل يسموه العربي. قبائل يسموه العربي، هو هذا قبائل اسمه العربي. العربي أم عمر هذا يا من وهران، هذا رئيس اتحاد كان تاع البلوطه اللي مش عارف شنو هذيك تاع جمعيه وهران ولا كذا، بعد كذا راهو عضو فيدرالي سي معمر العربي. سي العربي او معمر هذا راهو عضو في الاتحاد حسب المعلومات اللي عندي. للاسف الشديد نفس الشيء هو يعني مخنز لها والديها اكثر من الجماعه الاخرين. اذا الان عندنا اللي مخنزي لها والديها، عندنا سي بهلول عمار وهذا قاسمي بشير، هذا واسمه العربي أم عمر، ثاني نفس الشيء مخنز لها والديها، والرابع اللي معاهم نفس الشيء وراه، طبعا معاهم سي معالي وزير الشباب والرياضة السابق اللي كنت أنا شخصيا نحترمه، كنت نقادره بعد بصراحة وليت ما نحترموش لأنني وصلتني معلومات أنه هو رأس الحربة اللي رافض رفضا قاطعا الاستقالة، وهذا يعني أمر غريب على رجل دولة، من المفروض رجل دولة وزير سابق الشباب والرياضة من المفروض يكون يعطي قدوه ويعطي عمار بهلول خسر عضويه ناصر ايه دوك نتكلموا عليها. هذا مولدي عيساوي المفروض يعطي قدوه للشباب، قال بلي انا كمسؤول رجل دوله ما دام الفريق خسر وما دام الشعب حملنا المسؤوليه انا استقيل. انا كنت نتمنى مولدي عيساوي هو اول واحد يقدم استقالته ينسحب بشرف يخلي تاريخه نظيف، لكن للاسف الشديد في اخر سبوله قطع صبره وسخ التاريخ نتاعو دقرصو. اذا عمار هذا وزير الشباب الرياضه السابق مولدي عيساوي للاسف الشديد خنز تاريخه راح كي تزيد. يجي سي هذا مدور اللي كان مدور هذا تاع الشلف اللي كان ديبيتي وكان خلاط كبير، نفس الشيء راهو داخل في المعمعة معاهم اليوم، داروا اجتماع خارج الاطر القانونيه والاخلاقيه والرياضيه في مقر الاتحاديه، وخذوا قرار انهم يمنعوا بالقوه دخول شرف الدين عماره اللي قدم استقالته، قال لك ما نقبلوش جمعيه عامه وما نقبلوش استقاله المكتب ودز معاهم. اذا هذا نفس الشيء مدور راح نرجع لهم بالواحد، كل واحد ندير له دوسي وحده في فلاش نيوز في الموقع. اليوم راني بديت بعمار بهلول، غدوه نعطيكم واحد ولا زوج، بعد غدوه نعطيكم السي في تاعهم تاريخهم القذر كل واحد. اضطررت انا مضطر دوكا باش نجبد كاع كيما يقول لك الناس لا 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 لا. هذا وشكون هذا يا زفزاف؟ سي جايد زفزاف هذا نفس الشيء، معلومات اللي عندي انه مسؤول في مؤسسة وطنية ومتهم بالفساد وعنده قضايا في العدالة. اذا مش منطقي انه واحد عنده قضايا في العدالة ومتهم بالفساد وتم التحقيق معه من قبل مصالح الامن ويحوس يكون يعني في مجال اللي المفروض يكون فيه نظيف.
اذا الناس اللي عندهم تاريخهم ملطخ وعندهم فساد سواء زفزاف او الزفزافي، نصيحة لوجه الله جبدوا رواحكم، انسحبوا بالشرف، لانني اعوذ بالله من كلمة انا ومعي عدد كبير رايحين نحطوكم تحت المجهر وكل واحد يجبدوا له الدوسي تاعو، الملفات القذرة تاعكم راح نجبدوها واحد بواحد. اي واحد عنده ملف قذر يحضر نفسه انه رايح يعرف الشعب الجزائري كامل من اقصى الشرق الى اقصى الغرب، من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب، وقد اعذر من انذر. هنقولها لكم.